انا لما حبيت اقسم الريسبشن قسمته كده، دي الصاله وده الانتري وده الليفينج. اه تمام، بس انا كنت عايزه في الاوضه دي لوحدها ليفينج، ويبقى بره في برضو ليفينج واحده. بس عماد قال لي غير كده. اه فعلا انا قلت له الليفينج هيبقى بره بحيث ان الاوضه تفضل مقفوله. تمام. شوف يا باشمهندس، احنا هنمشي على حضرتك عنده، بس برضو هنعمل ليفينج بره وليفينج جوه. احنا تحت امرك. تمام ميرسي. انا مش فاهم يعني ايه اتنين ليفينج ليه؟ علشان هيبقى في ليفينج للضيوف وفي ليفينج لينا. اه والشاشه هتبقى بره وجوه؟ لا طبعا، هنجيب شاشه بره وهنجيب شاشه جوه، غير الشاشه بتاعت اوضه النوم. طيب يا باشمهندس، احنا هنتفق وهبقى ابعت لك اللي هنتفق عليه. ممكن برضه حضرتك تبعت لي الارضيات اللي انت عايزها، لون السيراميك او البورسلين. لا 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 لا، سيراميك ايه وبورسلين ايه، انا هركب رخام طبعا. انا ما تفرقش معايا، انتوا اتفقوا على اللي انتوا عايزينه، وبعد كده بعتوا لي عينه. تمام. استاذنك بس رد على التليفون. اتفضل حضرتك. ممكن افهم ايه اللي انت بتعمليه ده بالظبط؟ ممكن افهم ايه اللي انت بتعمله ده بالظبط؟ انت رايح تتفق مع المهندس على كلام غير اللي اتفقنا عليه؟ ايه الكلام اللي احنا اتفقنا عليه؟ يعني ايه اتنين ليفنج اصلا؟ انت عايز تسيب الاوضه الثالثه دي ليه؟ يعني ايه؟ يعني انا فاهمك كويس قوي، والاوضه الثالثه دي اول حاجه هتتوظف في البيت. انا كان نفسي اسيب اوضه ابويا الله يرحمه وامي زي ما هي. انا مش فاهم ايه مشكلتك. اعتبريها اوضه نوم ثانيه يا ستي. انا اللي مش فاهمه ايه مشكلتك. البيت ده هيبقى بيتي، يعني اعمل فيه اللي انا عايزاه مش اللي انت عايزه. هو وعند المجرد اللي عنده خلاص؟ يعني ايه راكب رخام؟ ثم مين قال ان انا هعمل اتنين ليفنج؟ انا قرفت وزهقت، مفيش حاجه بتيجي الا بالخناق وبالزعيق. بجد مفيش حاجه مفرحاني. انا ماشيه. يا محسن انت فين يا عم؟ موجود يا عم في الشغل وقرفان اخر قرف. انت اللي فين؟ انا في الشغل. بقولك ايه، هتعمل ايه بالليل؟ نازل مع مراتي التانية، وبعد كده اروح البيت اسهر شوية مع ام العيال. بسستم انت نفسك ومظبط الليلة. اخبار ام العيال معاك ايه؟ والله يا سيف عايز اقولك ان من بعد الجواز العرفي كأنها حاسة بكل حاجة، بقت بتتعامل معايا بمنتهى اللطافة. يا سلام. امال يا ابني، انا قلتلك براحتك بقى يا سيدي. بقولك ايه صحيح، ما بتشوفش الواد فوزي؟ اه والله فكرتني، ده انا كنت عايز اكلمه او اروح له. انا عرفت ان الواد ده استشيخ. يا عم مش قوي كده يعني، عادي، هو بيحاول بس. ادي دقنا هيلة ومرجعش تاني. فوزي ده انا عارفه. يا عم تسيب كل واحد براحته، انت مالك؟ ماشي يا نجم، انا مضطر اقفل بقى معاك دلوقتي لان ام العيال معايا على الويتنج. ماشي يا سيدي، يبقى سلمنا على ام العيال. سلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا سيف؟ اهلا وسهلا اخونا الشيخ. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. احنا لقيناك تقلان علينا يا عم سيف، قلنا نجي لك احنا اسهل. لا والله يا فوزي، انا كنت هكلمك بس انتوا سبقتوا وانتوا اللي جيتوا. اللولوب عند بعضها يا سيف. اهلا وسهلا. اهلا بيك. الاخ فوزي كلمني كتير عنك، قد ايه انت انسان محترم ومهذب، خلانا والله مشتاقين لرؤياك. ربنا يخليك، ده من ذوقك. وهو فوزي ما بيجيش من وراه حاجه وحشه، كله حاجته حلوه قوي. وايه اخبار الشغل؟ والله هو يعني شويه كده وشويه كده، شويه يمشي وشويه يريح، فان شاء الله هيتصلح الحال. ان شاء الله الامور هتتحسن. هي كده دايما تلاقي بعد كل دي فرج. سبحان الله ونعم بالله، بدات الا ما فرجت. ونعم بالله. وعلى كده بقى انت مدي ربنا حقه. والله يا شيخ عمرو، يعني الواحد مهما عمل مش هيدي ربنا حقه. نعم، لكن احنا لازم نجتهد على قد ما نقدر يا استاذ سيف. السلام الداخلي نعمه ينعم بها الله على عباده الصالحين. يعني تجد مثلا انت وزوجتك، حضرتك متجوز؟ ايوه. عندك اولاد؟ لا والله يا شيخ عمرو، لسه ربنا ما اردش. ان شاء الله ربنا يرزقك بالذريه الصالحه. نرجع تاني لموضوعنا. السلام الداخلي يا استاذ سيف هو انك تنام وانت مرتاح مهما كانت الظروف صعبه. عارف ليه؟ لانك رميت كل تكالك على ربنا. يعني ربنا يديلك اي حاجه تبقى شاكر ومبسوط، من زوجتك، اولادك، اهلك. بس ده يحتاج جهاد في سبيل الله. جهاد ايه يا شيخ عمرو؟ انا مش همسك سيف وحارب يعني، مال ده باللي احنا بنقوله؟ الجهاد مش انك تمسك سيف وتحارب وبس، جهاد النفس اصعب جهاد، محاربه النفس والشهوات.
عشان لما تقابل وجه كريم ما تبقاش شايل هم حاجة. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. آمين. على العموم أنا مش هطول عليك، إحنا كمان كام يوم هنعتكف في المسجد وعايزينك تيجي تعتكف معانا. صدقني هتخرج من المسجد بني آدم تاني. ربنا سهل يا شيخ عمرو، إن شاء الله هاجي. تعال جرب يا أستاذ سيف، إحنا مش هناخد من وقتك أكتر من ساعة، هتفرق معاك ومعايا. أنا خلصت كلامي، عايز تقول حاجة؟ الحقيقة لا، ما عنديش حاجة أقولها. يلا عشان توصلني. اتفضل يا شيخ. شيخ عمرو، أنت جيت لي النهاردة ليه؟ بعيداً يعني عن فوزي. أنا ما كنتش جاي لك أنت، أنا كنت جاي لنفسي. وفيها ايه لما يسيب في البيت اوضه مقفوله لامه؟ ما انت خدتي البيت كله وانا هرميها في الشارع. انا ايه اللي يجبرني ان جوه بيتي يبقى في اوضه مقفوله عليها وجواها عفش؟ ايه اللي يجبرني على كده؟ يا ساتر يا رب عليكي شريره. لا انا مش شريره، انا مش قليله يا هدي. وبعدين انا اوريدي بتنزل لما بتجوز عماد، وانا ما عنديش استعداد اتنزل اكتر من كده. ليه؟ ما الجواز قائم على التنازلات، ولو ما كانوش الاثنين هيتنازلوا يبقى مش هتعيشي سعيده. جاتك نيله. مش هتنازل على فكره. ها والله مش عارفه اقول لك ايه يا دودة. حبيبتي بالهنا والشفا. تسلم ايدك. انت اول مره تدوقي اكل، قولي لي بقى هيعجبك ولا ايه؟ لا 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 مش قادره. ايه مش قادره دي؟ لا طبعا لازم تاكلي، حاسبي عديني. مش جعانه خالص. وانت عديني. ليه يا دودة؟ يعني ده انا طبخه بايديا كده. حاسبي فصصي لها الفراخ في الشوربه. ماشي ماشي. تحفه تحفه، بصي تحفه. دوق قولي لي ايه رايك. يلا وانتي كمان دوقي. هدوق. يا ساتر انا هدوقك يا لولو. تعالي يا لولو. يلا يا تهام يا بابا. ناقصه ملح. الملح جوه. يلا يا البنت دي طول عمرها بتحب الملح زياده في الاكل. بحول الله يا رب. عارفه الملح جرام ملح واحد جوه جسمك يساوي ايه؟ ايه 7 كيلو فاتس. وانا بحب الفاتس. بس ده اكل عادي صحي. ثانيه واحده، اكل ايه يا امي؟ عادي. عادي؟ ايوه. ايه عادي دي؟ في حاجه اسمها عادي؟ اه عادي، ما فيهوش ملح، اكل عادي. يا حبيبتي اسمه اكل عادم، معدوم الملح. عادم ايه؟ عادي دي اخي اخي. عادم انت منين دي؟ ايه مش بيقولوا مياه عذبه؟ بنقول احنا بقى مياه عذبه، بنقول ميه عاديه. لا 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 البت دي هبله بجد. طب انت بتقولي ايه يا سو؟ انا بقول ما فيهوش ملح يعني بسيطه خالص. طب وانت بتقولي ايه؟ انا اهلي علموني لما الاكل يكون من غير ملح نقول عليه سايط او دلع. ايه لازمه الضحك؟ مش فاهمه يعني. سايط دلع عادم، ايه العيال الزباله اللي انا قاعده جنبهم دول؟ لا يا شيخ احنا الزباله. اه طبعا واحده سايط والتانيه عادي. طب تصدقي بقى انت ممكن تكوني بتقولي فانيلا؟ طب والله العظيم بقول فانيلا. طيب شباك ولا شباك؟ شباك. طب كوبرتا ولا كبرتا؟ كوبرتا دي انت تقوليها. اه في ناس بتقول كوبرتايا. ايه كوبرتايا؟ انا عارفه. طب دبانه ولا دبانه؟ دبانه. طب شباك ولا شباك؟ شباك. قلناها قلناها. طب مكنسه ولا مكنسه؟ لا ركزوا بقى، واحده تقول كده. مكنسه ولا مكنسه؟ مكنسه طبعا. طيب بنطلون ولا منطلون؟ منطلون. منطلون. اصل الحيطه.